Welkom allemaal op deze bijzondere iftarbijeenkomst. Het is een eer voor de Ahlul Bayt jongerenorganisatie om deze iftar voor het eerst in Dordrecht te mogen organiseren. Liefde voor de Ahlul Bayt is wat ons samenbrengt en bindt en tevens ook de grootste bron van kracht is in onze imaan. Mogen God onze vaste accepteren in deze heilige maand van vergeving. Een maand die ons geweten zuivert van al het slechte. Een vaste maand die ons ziel tedert. En getypeerd wordt als een nieuw geboorte voor ons als vastende. Herboren als beter mens, die het beste heeft met iedereen. Nooit meer roddelen of snel oordelen. En nooit opgeven voor een beter wereld. Je prioriteiten zijn niet meer het aardse leven, maar het welbeloofde hiernamaals. Je beseft dat wij niet eeuwig hier zijn, maar voor even. De gedachte dat wij op een dag zullen sterven en alles zullen achterlaten in dit leven, beïnvloedt onze instelling en ons streven. Een nieuwe instelling waarbij je afstand doet van het materialisme. Geld, status, macht, uiterlijke schoonheid, allemaal vergankelijke zaken. Waarin je niets hebt, waar je niets aan hebt als Israël op een dag op de deur komt kloppen voor jouw ziel. Daarom moet ons hoofddoel zijn de liefde voor God subhanahu wa ta'ala. Dat is de pure liefde dat ons laat handelen zoals Hij subhanahu wa ta'ala dat wilt. Kortom, Ramadan is een maand die je doet stilstaan bij het feit hoe nederig wij als mens in dit leven zijn. En brengt ons bij het besef dat wij nooit, maar ook nooit gelukkig zullen en kunnen zijn zonder de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك
خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وأن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم.
الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى طلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وعلى آله. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين.
في موضع العفو والرحمة والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فأسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا يضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك
ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك يجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتل يا لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين
ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجة الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي هاد المهدي صلوات. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم
القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا. وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المهم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على على ذلك بفتح منك تعجله
وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تلجلنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. We beginnen met de eerste vraag. Waarom heet deze maand Ramadan? De vierde vraag. Wat is de beste daad om tijdens de Ramadan te verrichten? Nou, ik zou zeggen dat is een inkoppertje. Dus... Wat is de beste daad die je tijdens de maand Ramadan kan verrichten? Oké. De vijfde vraag. Noem twee redenen waarom Laylatul Qadr zo bijzonder is.